رحت على مين؟ المهندس قال لهم لا والله جد مش المفروض هذا الجهاد اللي بيكون فيها الرياضة دي مش شوف كيف المرة يعني فيها الرياضة دي بيطفق في كتف المفروض ده 6 ساعات 6 ساعات مين نزل؟ لا والله ما خدش 6 دقايق مش عارف كيف بيطفق مو النحاسي جسم البروميناد مولع مو مجمع النحاسي النار طلعت من النحاسي مسكت في البروميناد لا ما اتوقع لانه النحاس هي شغالة حاليا بمجمع برومناد الله حفظنا وطلعنا احترق المجمع واحنا داخل حاليا شنو هذا محول؟ محول؟ ميل ده صار كاميرا كده